السلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في روسات جديده. اليوم كيف ما تشوفوا باش نقدم لكم روسات اللوبيا خضراء باللحم. كيف ما تشوفوا روسات سهله ياسر بنينه، سيرتو لهنا في تركيا. الروسات هذه يعني اللوبيا بالخضرة هذه باللحم تتقدم مع الرز الابيض والا البرغل، يعني هذه مرافقه للبرغل ولا الرز كطبق رئيسي. نتعدوا توا طريقة الاعداد. اول حاجه كيف ما تشوفوا نحل الغاز، نخلي طنجره تسخن، نصب هكا تقريبا نص كاس صغير زيت نباتي، اللي يحب يحط زيت زيتونه يحط. توا نحط عليهم هكذا راس بصل كبير مقصوص صغير هكا كيف ما تشوفوا. نقلي البصل هذايا، كيف ما تشوفوا تو البصل هذايا تبلى. باش نزيد عليهم هاكا 250 غرام لحم مقصوص جويط، مقصوص طروف هاكا صغيرين، اللي يحب يحط طروف كبار يحط. نحرك تو ونخلي اللحم هذايا يتبلى مع البصل. نغطيه ونخليه حكاية 10 دقايق يتقلى مع بعض. كيف ما تشوفوا اللحم بدا يخرج في الماء نتاعو، باش نخلوه اللحم هذا يتقلى مع البصل لين ينشف الماء نتاعو هذاك. كيف ما تشوفوا هذايا توا الماء نشف نتاع اللحم كيف ما تشوفوا. تو باش نزيدو عليه هكا 3 كعبات طماطم متوسطين قشرتهم قصيتهم شويتين هكا. كما شفتو تو حطيت معاه الطماطم، باش نخليه اللحم هذا يطيب مع الطماطم برسك 15 دقيقة. كيف ما تشوفوا هذه الطماطم توا بعد ربع ساعة. كيف ما تشوفوا توا باش نزيدوا عليه طماطم معجونة. ياخذوا هكا برسك مغرفة كبيرة طماطم معجونة. كيف ما تشوفوا تو بعد ما خلطتها الطماطم هذيك طماطم معجونه قليتها، تو باش نصبوا اللوبيا خضراء هكا كيف ما تشوفوا. وريتكم قبل في فيديو سابق كيفاش طريقه التصبير نتاعها. كيف ما شفتوا تو حركت اللوبيا هذه، الفحات نتاعها باش نحطوا لها هكا نص مغرفه صغيره فلفل اكحل. هذه مغرفه صغيره ملح، وباش نصبوا لها هكا نص لتر ماء. مانيش باش نكثروا، جيست نص لتر كهو. كيف ما شفتوا باش نخلطوهم هذوما. تو باش نغطي اللوبيا هذه ونخليها تطيب على نار هاديه. كيف ما تشوفوا هذه اللوبيا نتاعنا قريب تحضر، ديجا الصوص نتاعها قل شويه. نغطيها ونخليها تكمل تطيب.
هذه كانت تبارتنا اليوم، لوبيا باللحم. ان شاء الله الروسيت عجبتكم. نستنى منكم باش تعملوا ابوني وجيم وتقترحوا شنو تحبوا دي روسيت. ان شاء الله الفيديو هذا استفدتوا منه، ان شاء الله الفايده عمت. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي روسيت جديده، وفي امان الله.